السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير، أخباركم؟ إن شاء الله تمام. حطيت فيديو صراحة، الفيديو يعني عجبني فيه أشياء كثير. أول أن الولد حط له هدف عشان يوصل له، لكن دخل في عقبات كثير، فاستخدم وسائط أخرى عشان يحاول أنه يجتاز تعليقة الكورة، وما قدر. بعدين طاحت الكورة وتعلقت تكرم الجزمات. فجاء في بالي نفتح موضوع مثل كذا، اللي هي كيف توصل الهدف، والأفضل منه كيف تستمر فيه. دائماً القمة تعتمد على الهدف اللي أنت راسم عليه، كان إدارة، كان جريد، كان وصول إلى منصب معين، وصولك إلى ربح معين، وصولك إلى أي شيء أنت تطمح له. فتلقى تحاول جاهد بكل الطرق أنك توصل للمكان هذا، وفي المقابل يكون هناك منافسين. فبعض المنافسين أحيانا زين إن يشيلونك من مكانك، من هدفك. إذا وصلت القمة اللي أنت تبغاها شالك وقاعد هو في المكان هذا. طيب وش نسوي في الحالة هذه؟ تقول الحكمة: من السهل الوصول للقمة، لكن من الصعب المحافظة عليه. طيب السؤال هنا، وش كل واحد لنا، كان صالح، محمد، خالد، عبد الله، أي شخص له هدف أو له قمة يبحث عنها، في استراتيجية اسمها استراتيجية النفس الطويل. وش هذه الاستراتيجية؟ فالاستراتيجية النفس الطويل نفسها نفس اللي يتدربون عليها لاعبين الماراثون، لاعبين السباحة، الطلاب في الجامعات. هذه استراتيجية أنه يتعلم على المثابرة والاجتهاد والجد ليوصل إلى الهدف حقه في تدريبه. مثلا حق الماراثون تلقاه يتعلم على تنظيم نفسه، أنه ما يأخذ نفس بسرعة فيتعب. حق السباحة نفس الشيء، حقين الجامعة أو الطلاب اللي لهم هدف التخرج، هدفهم انهم يتخرجون، فتلقاه يثابر يجتهد. نفسها حنا اذا كان عندك هدف معين فتلقى لازم نثابر، لازم نجتهد، لازم لا اخفي عليكم انك تاخذ فترات استراحة. هذه واحدة من الاسباب اللي تخليك مستمر في الجهد ومستمر في القمة. كسر الروتين له حصة كبيرة في استمرارك في القمة. تحديد هدفك بكل وضوح والعمل ساعة تلو الساعة، يعني ساعة بعد ساعة زين، وتاخذ استراحات بين الساعات، تغير جو، تنشيط، هذه كلها من الأشياء الاستمرارية في القمة. تحديد الوقت، متى تشتغل، متى تعمل، متى تجد، لأن اليوم عندنا 24 ساعة تقدر أنت تبحث عن عملك عشان توصل هدفك بأسرع وقت. اليوم عندنا 24 ساعة، لو تنظم بطريقة أنه يكون كل 8 ساعات لك كمية عمل معينة، ثق تماما، ثقة استمرارك في القمة في مكانك هذا، هذا هدفك أنك تستمر في القمة. لكن القمة إيش؟ الشيء الأهم، ما في شيء اسمه قمة، هذه آراء وأوهام في نفسنا أن نوصل إلى المكان الفلاني، إلى المركز الفلاني. ما في شيء اسمه راحة. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الإنسان في كبد، ما قالها من عبث. لكن خليني بقولكم حاجة، القمة شيء افتراضي، كلنا نبحث والله أنا بشتغل وبكيف عشان بشتغل وبجد كذا عشان أتخرج، لكن هذه ما هي قمة. أنا والله بجتهد وكذا عشان ترقية، هذه ما هي قمة. أنا بجتهد عشان أوصل إلى رئيس، هذه ما هي قمة. القمة في نظرنا شيء افتراضي، بس وصول هدف نصل له بأسرع وقت.
لكن الكلام هنا إن ما في هدف توصل له إلا تتعلم من أنك تتجنب أخطاء في المرات القادمة. فكل مرحلة في حياتك هي هدف. فأيام الدراسة كنت هدفك التخرج، بعد الدراسة هدفك أنك تشتغل، بعد الشغل هدفك أنك تتزوج، بعد ما تتزوج هدفك تجيب عيال، هدفك بعدين تجيب بيت تسوي بيت، بعدين هدفك أنك تصير تاجر، بعدين هدفك أنك. لكن الاستمرار في القمة وهي أنك تتعلم من أخطائك وتستمر في نجاحاتك. واحدة ثانية هي إيش؟ أنك تكون إيجابي، تقعد مع ناس إيجابيين، تبتعد عن السلبية، تبتعد عن الناس اللي يكذبون عشان يوصلون هدف، تبعد عن الناس اللي يدمع نفسه عشان يعني يكذب عشان يبين أنه صح. حاول أنك تبعد عن السلبيين لأبعد درجة، أبعد عن الكذابين لأبعد درجة. حاول أنك تكون مع الإيجابيين لأنهم اللي بيوصلونك للقمة تلو القمة. يعني بعطيكم مثال، لو أنت في راسك مشروع وودك تسويه، لما تشاور لك صديق عشان يعطيك بعض النصائح، فتخيل يقول لك لا يا أخي ابعد عنه هذا بخسارة، فالشخص هذا أنا أعتبره سلبي. ليش؟ لأنه أعطاك أسوأ ما في الشيء. لكن الشخص الثاني سألته وقلت له يا أبو فلان أنا والله بسوي لي مشروع الفلاني وش رايك، والله حفزك المشروع ناجح إن شاء الله، أنه ناجح مشروع طيب، لكن أنا أرى أنا بصفتي أنا الشخص الفلاني أرى بالطريقة 1 2 3، حط في بالك 1 2 3، أدرس سو دراسة جدول كذا كذا كذا، حط في بالك العمال، حط في بالك المبالغ، حط في بالك القوانين، حط في بالك كذا. هذا أعتبره شخص إيجابي، مثل اللي ينتقد بإيجابية أو ينتقد بسلبية، مثل اللي علق عليك يقول لك كل ما غلط قاعد علق عليك، وكل ما جبت شيء صح أو شيء كويس سكت، وهذه أعتبرها أن هذا شخص سلبي وهذا شخص إيجابي. فأنا أرى والرأي لكم أن لازم نكون إيجابيين ونبتعد عن السلبي. ختاما لكلمتي، لما تحط هدف أول شيء لازم تخطط له صح، ترسم الطريقة صح، مو تجي وتقطها وبس. ثاني شيء استشر الإيجابيين واترك عنك السلبيين. شوف الشخص اللي يبي لك الخير مو اللي يبي مصلحة الخير. شيء ثالث، وصلت للقمة؟ هذه ليست القمة، القمة هي الاستمرارية في المثابرة، الاستمرارية في الجهد. هذه كانت رسالتي لهذا اليوم، وأتمنى لكم يوم سعيد.